ريم السعيدي وحلل ترك ضيوف كارلان في دبي. من أعز البراندز على قلبي. أجواء أرتستيك بامتياز سيطرت على حفل إطلاق مجموعة عطور لاخت أند لاماتيغ من جارلان اللي أقيم مساء أمس بدبي بحضور عدد كبير من نجوم الفن وعالم الفاشن. I'm so happy to show it for the first time in the world in Dubai. براند من أعز البراندز على قلبي. جارلان عندي علاقة صداقة بيني وبينهم, في لنا علاقة صداقة صار لها أكثر من سنتين. براند that I love, إذا كان بالميك اب بالبرفيوم بكل شيء عم يعملوا. والله المكان فخم فخم فخم, وحاسه نفسي كده في فرنسا من كتر الجوجو جون جون, حاسه نفسي في فرنسا والله. ده انا عشقي العطور, عندي كده درج كله عطور عرفتي, واللي هو مخزناهم, فانا جدا بحب العطور. وضمت المجموعة 17 عطر عرض كلوحات فنية كل واحدة منهم بتحكي قصة, اتنوعت بمزيج من الأوت بارفيومير كولكشن القديمة مع إضافة لمسات فنية للمواد الخام بعطرين جداد. Tell us more about this collection. What makes it so special? This collection from the art and material is the combination of the artistic skill of the perfumer of the House of Guerlain, I'm the fifth generation, and the choice of raw materials. And when you combine this craftsmanship and material, you get that collection of different moods, of different stories that we wish to tell people through the collection. حبيت كتير الفايبس, حبيت البرفيوم الجديدة, وحبيت كيف عم بيعرفونا على تاريخ جارلان اللي هو تاريخ جدا عريق, وجايبين ناس من فرنسا ليعرفونا أكثر عن البرفيومز وشون يتصنعوها وكل شيء. طبعا كتير حلو, وجارلان يعني لا يعلى عليه من العطور الطيبة, وأنا اليوم حاطة عطر جارلان على طول أستعمله. كثير حلو اللاونشينج للنيو بيرفيوم, كان حلو الحضور الناس, الشغلات الأكتيفيتيز اللي عم بيعملوها هنا هم كثير حلوة يعني. وهل ستوريز اترجموا بالإيفنت من خلال الكاستمايز بوتلز اللي اتنوعت ما بين الكارفينج والجولري. بما أنك أنتو جولري وديزايننج, فكرتي شي نهار ممكن مثلا تميلي تروحي تعملي بيرفيوم خاصة فيك؟ يا طبعا, لانه انا الجولري اللي استعملها من الامبر, الامبر اساسا هو في منه عطور, في منه زيوت, فان شاء الله يعني اطلق عطر خاص بي, يعني هاي الفيوتشر بلان عندي اياها. ونفس السؤال سالناه لريم السعيدي. فكره حلوه. ما فكرت فيها بس ليش لا. بس يبدو انه ريم عم تشتغل على فكره قريبه وحابه تكشف لقيتي بالعربي حصريا عنها. في براند لالي عم شغل عليها كمان كلوز, يا هيدي سكوب لكم. وكمان عم بشتغل على برودكتس فيس سكن برودكتس لإلي كمان. وهيدي البراند حتكون كلوز لإلك للنساء ولا للبيبيز؟ لا نساء, النساء يمكن فوت فيهم بالمستقبل, يمكن فوت فيهم كيدز, بس مينلي هلا فور ويمن. وبما أنه نحن موجودين ببرفيوم إيفنت, فحبينا نسأل ريم عن التيست الخاص فيها بالعطور. تميلي أكثر للعود أو بتحبي الفلاوري؟ لا الفلاوري أكثر, خاصة أنه منعيش هلأ بنعيش بدبي مع هالشوب, ما بحب كتير البرفيوم كتير قوية. So I'm very, I love the freshness بالفلاوري perfumes. والعود بحبه كتير بس إذا شميته على حدا غيره. أما زوزو كهرمان, أحب كل أنواع العطور, بس بالصيف ما نقدر نحط العطور القوية, نحط الفلوري, فدائما أستعمل الفلوري لأنه في البيت في الصبح من أطلع, والقوية لازم يعني للسهرات أكيد, فأحب البوث كايند يعني. ويبدو أنه مينا عندها نفس التيست. أنا أحب الود وأحب الفلاور وأحب العود يعني, بس أحب أكثر شيء ساندلوود, أحب الروز شوية يكون وياها. هسا البرفيوم الجديد مالتهم اللونه بينك أو أحمر, نسيت شنو اسمه بعدني ما حافظته. It's my favorite, حبيته كثير. بس يبدو أن الموضوع مختلف كثير بالنسبة لهديل. لأي سنت بتميلي أكثر, للعود أو للفلاور يعني, الخفيف أو القوي بتحبي؟ أنا قوي على طول من الآخر, ما فيش خفيف, ما في وان تو, على طول قوي. عطيني كاش, عايزة البرفان أحطه من الصبح يفضل معايا لتاني يوم.